قناة جنة تي في تقدم لكم. احرص على ما ينفعك ليس فقط في أمر الآخرة، بل يشمل أمر الدين والدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن نحرص على ما ينفعنا في مسائل الدين وفي مسائل الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أقوام أموات في صورة أحياء، فأحياهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحوا عمالقة، وأصبحوا أساتذة، وأصبحوا ذا شأن في هذه الأمة، حتى أصبح الواحد منهم نجم مضيء في سماء هذا العالم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك ببركة اتباعهم لنصائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تأتي هذه النصيحة في هذا الزمان وفي هذا الظرف تحديداً لتمثل قيمة عالية وهامة جداً لأهل الإسلام، وذلك لكثرة المشوشات ولكثرة المشغلات ولكثرة الملهيات التي صرفت كثيراً من أهل الإسلام عن أمور الدين وعن أمور الدنيا. ولذلك تجد الكسل والعجز والتفريط في جوانب كثيرة هي سمة بارزة على كثير من أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. جملة من المشوشات والمشغلات، جملة من العقبات، جملة من العوائق، جملة من العلائق، سببت هذا الأمر الذي يمثل ورماً من الأورام التي تعاني منها أمة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، لاحظ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والمعنى أن الحرص على النافع مع الاستعانة بالله جل وعلا فيها خيري الدنيا والآخرة، وفيها من لذة القلب وفرح الصدر وقوة وأيضا قوة الشكيمة الأمر المعروف والمجرب لمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.